السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامجنا ديال الطبخ والحلويات. اليوم غنقدم لكم بطبوط صغير معمر بصدر ديال البيبي والكروفيت. اللي غنحتاجو فيه المقادير التالية: غنحتاج بطبوط صغير اللي سبق لي وحضرته معاكم، وبالنسبة للحشوة غنحتاج كروفيت، صدر ديال البيبي مقطع طريفات صغار، زيتون مشرمل مقطع خضر، فرماج احمر، قزبر ومعدنوس، نص حبه بصله مشلضه، شامبينيون. غنحتاج صوص الصوجة، الابزار، الملح، الشونيه، خرقوم والتحميره، وزيت المائده. غنمشيو دابا لطريقه التحضير. غندير مقدار 2 معالق ديال زيت المائده باش نشحر البصلة، منين تنزل البصلة نضيف ليها الإقالة كما كتشاهدوا معايا. من بعد ما دبانت البصلة غنضيف العطرية، بالنسبة للشونية على حسب كل واحد والذوق ديالو. بالنسبة للحروم نضيف الصدر ديالنا، نخليه يتشحر مزيان، من بعد نضيف ليها حتى بربع كاس او ما حتى نص كاس ديال الماء فين يطيب الصدر ديالنا. كما كتشاهدوا معايا سيداتي، من بعد ما طاب لينا الدجاج عفوا الصدر ديال البيبي، غندير حساب 2 معالق ديال الصوجة، غنضيف قزبر ومعدنوس، شامبينيون، الكروفيت، غنبقى نقلب حتى تنشف الحشوة ديالنا ويطيب لينا الكروفيت، ومن بعد نزيد الزيتون مقطع. غنضيف الزيتون، كيف ما قلت لكم انا اختاريت الزيتون هنا مشرمل، نتوما على حساب كل واحد الرغبة ديالو. ملي غتنشف ليا الحشوة ديالي مزيان غنطفي عليها. غندير نعمر البطبوط ديالنا بالحشوة، هنا بالنسبة للفرماج يا غديرو من الفوق بحال هكدا، يا باش تخليو العمارة تبان غنجيب الفرماج نديرو من الداخل. انا غنستمر على نفس العملية حتى نكمل كاع الحشوة ديالي. البطبوط ديالنا معمر هو هذا. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. الى اللقاء، الى فرصه ثانيه ان شاء الله.